التجميل بقى بالنسبة للابتسامة، احنا قلنا فيه هي قلنا هي مكوناتها ايه، وكل مكون من المكونات دي احنا بنعمل له علاج لوحده. يعني ممكن نعمل تبييض للاسنان، ممكن نعمل حاجة اسمها سناب اون سمايل او هوليوود سمايل المتحركة، او ممكن نعمل فينيرز طبعا الناس كلها ركزت مع طبعا مع احمد زاهر وروجينا في مسلسل برنس يا جماعة عمري، وتضحك بقى وتغصنا بقى الخبرة دي كلها اهي دي ممكن نعملها. والحمد لله يعني الكلام ده ما كانش موجود، الحمد لله دلوقتي بقى متاح وموجود في دمياط، وبناء على علمه وعلى دراسة، وبقى حاجة كويسة جدا، وكل التكنولوجي والامكانيات موجودة ان احنا نعمل حاجات احلى من دي، بس المهم ان هو يليق على وش كل واحد. طب هو هل بقى دكتور ينفع كذا حاجه؟ يعني مثلا ممكن حد يعمل تبييض ويعمل حاجه تانية مثلا اي بالظبط؟ يعني احنا قلنا الجزء الاول من الاسنان ممكن تقويم، ممكن حد يعمل بس تقويم وتبييض يوصل للهوليوود سمايل او الابتسامه المثاليه اللي تليق عليه، ممكن حد يعمل تبييض بس ويبقى حلو عليه، ممكن حد يعمل حشوات تجميليه ويوصل للابتسامه المثاليه، ممكن حد يحتاج انه يعمل فينيرز او حد يعمل كراونز او تركيبات والدنيا تظبط معاه ويبقى الابتسامه بتاعته ممتازه. مش بس الاسنان، لا كمان اللثه، اللثه في ناس تلاقيها وهي بتضحك شفتها بترفع قوي وجزء كبير من اللثه بيبان، ليها حلول. ممكن ان احنا نعمل بوتوكس، ممكن في ناس شفايفها رفيعه ممكن ان هي تحتاج حقنتين فيلر، نعمل لها فيلر بحيث ان هي ممكن نعمل شفايف اللي فوق تلاقي زي الاميه دي، فممكن يحتاج مثلا ان احنا نظبط بس فيلر حاجه بسيطه ونظبط الابتسامه بتاعتنا تبقى زي الفل، فممكن بس بحقنتين فيلر بس صغيره خالص تظبط الابتسامه. ممكن نحتاج قص اللثه بالليزر، توريد اللثه، يعني في ناس كمان بييجوا يضحكوا تبقى اللثه بتاعتها فيها بيجمنتد او فيها صبغات بنيه، يعني مثلا نتيجه سجاير او قهوه او كده. ليها سببين، في سبب جيناتيك او وراثي، ده بيبقى في الناس اللي بشرتها سمراء، وحتى ممكن ساعات ما يبقوش بشرتهم غامقه شويه اللثه بتاعتهم بتبقى غامقه، فعندهم الخلايا الصبغيه بتفرز الاصباغ بكميه اكبر، فده بيؤدي ان اللثه تتحول من اللون الوردي للون البني. وساعات ما بتتحولش، هو بيبقى مولود كده عامل وراثي، او ممكن السجاير والجير وتراكم الجير والبيبسي والشاي يخلي اللثه غامقه. دي بيتعمل لها حاجه اسمها توريد اللثه بالليزر، في جلسه واحده بس اللثه بتتحول من اللون البني للون البينك، مفيش، هو يوم واحد بس في جلسه واحده، ممكن يعني ما تاخدش من نص ساعه لساعه يوصل لموضوع توريد اللثه. طب هو ايه اكتر حاجه مثلا